أول طريق للمعصية نزع الحياء من قلب المؤمن، فأول ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته لجأ إلى أول قضية أن يريهما عوراتهما، فإذا كشفت السوءتان في مكان ظاهر واستمرأ النظر إليها تصبح النفس والعياذ بالله هين لين عليها ما ترى، فتستمرئ كل الفواحش فتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلم. ولهذا تعلم أن ما صنعه الشيطان قديما يصنعه شياطين الإنس حديثا، فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفاجرة أن يبثوا أشياء تكشف من خلالها العورات، حتى تعتاد الأسرة المسلمة أبا وأما وأحفادا وأبناء أن ينظروا إلى تلك العورات، وأن يصبح أمرا بدهيا مستساغا لدى الأسرة ككل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وما يكون من اتصالات محرمة وكشف العورات، إما عن سبيل رقص أو سبيل غناء أو سبيل تمثيل أو غير ذلك، فتصبح الأسرة والعياذ بالله بعد ذلك أي معصية تهون وتسهل على الجميع، ويصبح أمر الله جل وعلا عياذا بالله هينا على تلك القلوب. فمن أراد الله جل وعلا أن يعصمه أول ما يعظم فيه مسألة الحياة في قلبه، والإنسان إذا جبل على الحياء يقول عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير،